السلام عليكم، الجو عامل ازاي؟ الجو النهارده جميل. بس ده سهل ان هو يتشال من العربية. في تلج تاني، في تلج تاني بيبقى صعب ان هو يتشال من العربية، اما دوت سهل ان هو يتشال من العربية. يعني دي العربية لو محدش ايه واخد باله على اللي بقى العربية تدور ما يبقاش فيها مشكلة في الدوران. احنا النهارده في مارس 2023 ونادي تلج، واول مره يحصل كده. لكن الحمد لله سهل ان هو يروح. اوه نادي تلج، المنظر عامل ازاي؟ بس حلو بصراحه. ناخد كوباية القهوة المتينة اللي هنسوقها، اللي هنسوقها ايه؟ اللي هنلبسها واحنا هنلبسها اللي هنشربها واحنا رايحين الشغل. انا معرفش الحمد لله دارت، شغل الهيتر شغال، شنطة الشغل مش معايا. نجيب بقى كوباية القهوة دي، زمانها تلجت. قهوة بتلج. يلا على الشغل بقى. بسم الله. هتمشي ازاي؟ شوف المرايه الناحيه التانيه عشان مش طايلها عامله ازاي. ترجع عمليه في العربيه طبعا النهارده، يعني كده قدامنا للشغل، قدامنا للشغل النهارده مثلا شكلنا كده فوق الساعه سواقه بالمنظر ده. ربنا ييسر بقى ان شاء الله. الطريق زحمه جدا والناس كلها ماشيه تاتا تاتا طبعا، لان التحكم في العربيه بيكون صعب دلوقتي مع التلج ده. فالطريق قدام زحمه، انا طالع من البيت مثلا بقالي حوالي ساعه كده، ويا دوبك اللي مشيته وما يزيدش عن 2 كيلو مثلا من البيت، من اصل 15 كيلو المفترض انا اسوقهم لغايه الشغل. فالنهارده الدنيا تاخد لها كده على الاقل ساعه مثلا، يعني دعواتكم. نكمل فسحتنا النهارده. ده استاد ويست بروميش البيون، ده كان بيلعب فيه ابن الاسماعيليه احمد حجازي من كام سنه كده، وهو بالمناسبه استاد في وسط البلد كده، وشبيه جدا 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 باستاد اسماعيليه للناس اللي عارفه استاد اسماعيليه. طبعا ماشيين بالراحه، بنقرب منه اهوت رايحين على الشغل. من ساعه ما كنا بنصور من نص ساعه كده مشينا يا دوبك 3 كيلو بس ولا حاجة. زي
المستشفى، لسه نازل حالا من العربية، وزي ما انتم شايفين رايح على المستشفى. طبعا هو ده يعني مش راكنه صح، مش عارفه تركن ازاي، لان انت ما بتتحكمش في العربيه، انت مش عارف تتحكم في العربيه كويس، فالناس راكنه اللي هو تحس ان هو راكنه اي كلام كده. طبعا هو الفيديو مش زي عنوانه، يعني ده كده ده الطبيعي، ده يوم استثناء، يعني انا ده اول مره واول يوم يحصل ويكون الوضع بالمنظر ده، علشان كده انا بحاول اصور لكم النهارده الكاميرا شويه. اصور لكم اليوم عامل ازاي، لكن مش ده الطبيعي. الجو في انجلترا خلاف عما معقول، لكن ده النهارده كده يوم من الايام اللي بتتعدي. يعني انا في خلال سنتين اهو اتقال هنا في البلد، ده اول مره، كان في ثلج قبل كده طبعا، لكن دي اول مره انزل انا جديد النجد اصلا. طبعا انا واصل المستشفى بعد ما طلعت من البيت بحوالي اكتر من ساعه، لان هو في الطبيعي بياخد نص ساعه مثلا، النهارده وصل اكتر من ساعه. بص المنظر، بص المنظر، الربيع على الابواب مع التلج، الدنيا جميله. فده كده يوم استثنائي، بدانا معاكم اليوم من اول ما في العربيه بالسواقه. بص التلج على البيت عامل ازاي، يعني كان حصل تلج من حوالي 3 شهور كده، صورناه لكم، يمكن تقريبا ممكن تلاقي في فيديو ليه على القناه، لكن كان في تلج والشمس كانت طالعه، كان من الحاجات الجميله برضو، الجو الجميل الواحد ممكن يشوف ان تلاقي تلج في الشارع والشمس طالعه، لكن دلوقتي ما فيش شمس طبعا، التلج حاول يشبر في الشارع. لازم تخلي بالك وانت ماشي، ما تقربش برضو من العربيات وانت ماشي، لان العربيات ما بيبقاش التحكم فيها كويس، فالعربية نفسها بتزحلق زي ما احنا بنزحلق على الشارع، فانت لازم وانت ماشي برضو ما تقربش من العربيات، لانه ممكن السواق يفقد القدرة على التحكم في العربية، وبالتالي ده يعمل مشاكل. خلاص هنخش المستشفى دلوقتي. شكرا على الناس اللي كملت معانا الفيديو لغاية النهاية، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. سلام عليكم.